هو بص 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 هو المفروض ان هو هيفر يجي عشان كده هو جعان ولا ايه؟ لا بيقعد ياكل صحابه هو كده فاتح الاتروبين فاتح الاتروبين هو اصلا الاتروبين بيعمل دراي ماوث يعني علمها كده هو بيقعد ياكل صحابه كده كتير بص بص بيجي ازاي هو بيجي ويطلع ايوه ما هو بقى بيقعد يرقم ايوه بقى يطلع بقى كده ده الطبيعي ان هو بص يقعد يقرا الصحابه كده بس ده يعني قليل بص اشتغل الحاجات دي كلها عشان ايه